الانترفيو البرنامج اللي يجيكم كل نهار حد من ماضي ساعة حتى الماضي ساعتين، وين كل مرة نستقبلوا شخصيات استثنائية من مجالات مختلفة. ضيفنا لليوم متعدد المواهب والصفات، بكل حب وسرور نستقبلوا الفنان التشكيلي عبد العزيز ميلاد. أهلا بك أستاذ. أهلا بي، مرحبا بك. عايش. مرحبا بك وشكرا لك على قبول الدعوة. ممنون بهاللقاء دايا، تشرف بكم وأنا فرحان. مرحبا بك وشكرا لك على التواجد معنا. أستاذ، في هذا الحوار باش نحاولوا نغوصوا في طفولتك ونتعرفوا على أهم محطاتك المهنية. دعنا نعود إلى البدايات. النشأة كانت في حي الجبلية بمدينة القيروان. شنية أهم الذكريات اللي بقات لك من الفترة ذيك؟ أهم الذكريات، تعرف واحد صغير عمره لا يتجاوز 7 سنين ولا 6 سنين، تربيت في بيئة متاع عمي الله يرحمه، كان يغني في واحد نجيبوه يغنينا وانا نبدأ نضحك، انا ولد عمي اغني كما غنيت مثلا على جنات. اول ما سمعت عند عمي على جنات قولوا معايا الدندمات وشنو، واحنا نبدو بعد 20-30 سنة سمعنا في الاذاعه. هذيك تربيت اذني. والرسم، نخو صغير بكل عندي اخويا يبدا يشد قلم يقول لي اعمل كيف ترى، ويمدي ما لقاش قلم طرف حم في الحيط ناس، ونبدا نبات فيه كيفاش يصور. من وقتها نبدا وليت نصور وحدي. تغرمت بك الجست هذيك بتاع الرسم على الحيوط ولا ورق ولا اي شيء نلقاه نعمل له ريبروديكسيون. نعاود نحاول باش نعاود قط قط. صغير 7-8 سنين 9 سنين تربيت لين دخلت للابتدائي. الابتدائي مغروب الرسم، بس نورمال نبدا غادي في القسم ينادي عليا المعلم تاع القسم. اللي يعني غرامك بالفن التشكيلي كان منذ الطفوله؟ منذ الطفوله. منذ الطفوله حتى في الابتدائي ينادي عليا المعلم اللي بجنبي يقول لي بلي نادي يقولي سي محمد عبد العزيز ميلاد، خلي في الطابلو نمشي. يقول لي بلي على السبوره صور لهم مش يقراو عليه جمل وارنب ولا حاجه. هذه كان صغير صور لهم ونرجع نقرا. شكون اللي شجعك من المربين او من الاسره؟ فما ناس كانت تشجع فيك باش تواصل في الفن التشكيلي؟ فما كان خويا، فما امي اصلا الله يرحمها كانت تقول لي لا اشري كراسه كبيره وصورها خالك وعمك وخوك، هاي صورهم قد قد وانا بالقلم الرصاص وقوم هذيك. لينا في البريمير شجعني الرئيس. ايه هو تو نجي وبعد نرجع على علاقتك بالرئيس السابق الحبيب بورقيبه. مازلنا مواصلين في غرامك بالفن التشكيلي. مع مرور الوقت وصلت في الغرام هذا وين التحقت بمدرسه الفنون الجميله بتونس العاصمه. عديت البريمير كامل وشجعني بورقيبه الله يرحمه الحبيب بورقيبه، شجعني وقتها لقاني على الردواز قال له سي صور الرئيس، قال لي المعلم كان الرئيس تلبس، قال له سيد الرئيس شو جاني بدا يتطلب لي وشجعني قال لي هذا اول شيء ما ننساوش. لين قابلته بعد وقت اللي دخلت المدرسه الجميله وصرت عديت الثانويه نتاعي وكذا، بعد 6 سنين من المدرسه الجميله في تونس خذيت الدبلوم. باش ناخذ الدبلوم؟ الدبلوم القومي. اللجنه القوميه. قاعدين على غازون في بوزار، كان عنده ورود ومدام فرحات، مدام صفيه فرحات هي اللي بنت مفضل، هي اصلا قيرونيه. مدام صفيه هي قالت له هذوما لي بلو بريون في الواحد. انا اعطاني واحد فكرته سيد الرئيس قلت له كذا، قال لي ايه حصيل يعني، هو اول مشجع لي. وبعد وصلت جاني اعطاني تربص بالبورس انا والجملة من الصحاب اللي في بارزي يعني الرسم هذا وكذا، مشينا وقتها لباريس تربص. لكن في وقت اللي قبلت بورقيبة بعد ما تحصلت على الدبلوم وتخرجت من مدرسة الفنون الجميلة، شنو هي الحوار اللي دار بيناتكم في الوقت هذاك؟ الحوار وقتها قاعد يسأل فيا اش عملت
شاملت مرك خرجت قريبا من تونس شاملت في باريس. قلت له سيدي ليش كنت انا في المدرسه العالميه اللي مدرسته جميله في تونس في باريس نزاول في تخصصي كون بنتيور وهي ما هي قال لي تحب نزيد عندك عامين. قلت له عامين بورش البورش شويه سيد الرئيس بصراحه ضعيف شويه زادني وقتها 100,000 مشينا نقتل قال لي اتصلوا بسيكولي قلت له السفاره هو اللي نخدم نقولوا له نمشي بعضنا بونت كاس انا وتحدد حدد خزينة اللي هذا في امريكا تو. بعد التخرج كيف ما قلنا خذيت منحه وسافرت لفرنسا. حدثنا على تجربتك في عاصمه الانوار باريس. يعني ما خلنا ندخل فرنسا اول مره في حياتي. امي وصلتني المطار في تونس. ولقيت محسن الرئيس وقتها وعرفني غني يعني مش هنا وقت الغناء ما يمشي لباريس. وامي توصي في محسن الرئيس الله يرحمه. قلت له خيك حق صاحبني غادي وعطاني ومشينا وقتها كاين دخل الجنه بالنسبه لي. قلت له دخلت لباريس واحد تصور واحد. انت مشيت لباريس في فتره السبعينات على ما اظن. في السبعينات عام 70 عام 70 مشيت لباريس. باريس دخلت من عالي عاصمه الاضواء. لقيت انا خليت الدنيا بارده شويه كيما طول اكثر. مشي لباريس كنت بنا سخونه عاصمه النور بلد. خذيت وحدي خذيت الكار تعديت على ليزانفاليد حتى عندي الادريس نتاع ريزيدونس اللي عملتها تونس للطلبه في باريس في مونسيني في نهج بونابرت بروميير اروندسمون. مشيت ديريكت قدمت وقيدت ذاك الريزيدونس خذيت شامبر 66 كيما عندي توا وقعدت هكا ونجاوب في تعليمي في ليكول انترناسيونال دي موزار دو باريس مشكور غادي. وعملت عدة معارض ولو جماعية مع وعملت صحاب فرنساويين وعملت بحري عاد قعدت نطور ونختم شوية بار ونمشي نزاول تعليمي غادي مع مسيو أنكيل والحق ردني هو شيف دو كلاس خاطر فهمت فيسع وكذا ورينا اللي معايا شوية يعني نوري فيك مش فخر فينا ولا حاجه اللي فما اللي مخو زين شويه باش يستوعب انا فيش ولقاني عندي حاجات برشا. انت باريس قضيت فيها عامين. عامين زدت عام اخر. بلاش بورس فير لكن نختم عند واحد اسمه اصلا سكولتور سي ديفي. نختم عنده نصور له في ياخو بيشتر مش يعمل هو سكولتير نعمله له ان كاتر واحد وجوه هكا هكا نعمله له قاعد تجيز مسروح الراجل مش يبكي. نتصور كنت زرت عديد المتاحف غادي في باريس. شنو المتاحف والمتحف الأول والأخير العالمي اللوفر. اللوفر هذي مدينة اللوفر يمشي فيها الاوتوبيس. شكون لك شنو هي اشهر اللوحات الفنيه اللي كانت لك الفرصه وشاهدتهم منك ليهم؟ لا جوكوندا هذيك ونمشي ونقعد انا وسي الحبيب الحداد قدامها هو يقول لي شوف يقول شوف هذيك شوف ولا جوكوندا عاملينها قد ثلث طابلو هذاك هذاك الكوب تاعها. اما كي تشوفها كيفاش عملها البشر عملها ابعاد التالي هي عملها هكا ابعاد عملها طرقات بنترهم يعني وهما بعيد وهي قر يعني الناس تعس عليها سرقت مرتين خرجوها مش كان ليوناردو دافنشي فما فراغونار فما دولا كروا فما ارتيست عالميين كل لوحات نقعد قدامهم ونقعد شيء عجيب ومنهم خبيت
فراغونير هذا ايوا فراغونير عمل لو رادو دو ميدوز في البحر هايج شويه وفما رادو كي يعملوا بالحطب مشلوكه وناس في وسط رادو واحد طايح هكا واحد عملك صورهم كل واحد واحد عملك هذيا يدو اليدين بالعروق شيء ضبع شيء جنك كل يوم نقعد نمشي غادي نوقف قدام التابلو هذيك ونقول بعد التجربة أكيد بعد تجربتك في باريس كنت رجعت لتونس واشتغلت كأستاذ تربية تشكيلية لفترة زمنية معينة. أي لا فترة زمنية معينة ما اشتغلتش ديركت عملت حليت تجونس ما تفهمش حبيت دعم في البسيدي وتصوير كده ما تفهمش قالت كيك لين عملت دموت في تقري أول باس جاتني تجروي في تقري في الجيشية سيكوندية تجروي ما فيش تجرويل أول مرة نمشي وقت الكبوتة قريت في معاهد في القيروان؟ ها؟ قريت في معاهد في القيروان؟ بعد أول رولمان جاني في ليسي تجرويل وبعد مشيت أعطوني الحاجب عيون سيد عمر المحجي ومعهم جلبة شوية يعني رولمان متعب شوية بعد طلبت القروان جيت الحصري وقتها القروان طلبت لكن من ثم قررت انك تغادر مجال التعليم والوجهه كانت على ما اظن نحو المملكه العربيه السعوديه هذيك الوقت اللي عملوا حبوا يستوعبوا ناس رسامين وخطاطين جاء منصور الليسي وانا غادي جاء منصور حاشتهم في الرياض جماعه الملك سعود وما ادراك تالي خاخت مشيت باش نهبل غضنا روسك مجمع نمشي كاني نمشي فيها فيلمك الفيتوريزم البلية شدي طالبة خطيطين خطاطين رسامين وانا عندي وانا عندي الامكانيات باش نمشي نحب نمشي نخرج هيك عملت مطلب ومشيت هيك مشيت نهج إيران هذه التكوين الفني والشو هذه الإدارة اللي قدمت مطلبي مطلبي سهلها ربي من اللي دخلت البيرو متاع العماري هذا متاع السعودية وكتبه بيرو مكتب على أبوظبي بيرو البحرين لقيت سي محمد قاري سمرقندي هو المدير اللي بعد مش لقاه في الرياض قاعد ما نعرفوش سي عماري قال يقعد عارفني صورته عمال قبل ما يجي قال له سي محمد قاعد يقدم لك الزيارة والشباب وكذا قاعد واحد اخر اسمه الحصيني قلت انت اما محمد قاري سمرقندي هو قاعد النور يخف عليه مش نزيدكم ولا اكل الابيض اكل الغتره وشد بورتابل اختفي بورتابل شكون عنده ذب شعبالي في السعودية قداش من عام قضيت قاضي؟ عملت ثلاث سنين كثلاث سنوات وكنت قدمت معرض لأعمالك الفنية في مدينة الرياض نعمل تحت واحد أمير نعمل صالة متعارض عارض برشا صور عارض جبوني صور مستوية واحد حيرة في المشتة واحد هاوي يعني نصور وقتها في مجموعة الملك سعود بعد خدمتي نمشي نصور لي بورتري ونصور الجماعة بالفلوس يعني ضبر في رسم عندي كرهبة عندي وكذا بعد قال لي تحبش تشارك فيها صورت زوج حنوت أحسن طويلة كبار يعني قد لزق هذاك بالطول صار زوج حنا أبيض وما قد بحثها مع عرسة سويته حتى تبعته أعطاني الفلوس اشتريت سيارة وطلعت شو وجيت بس مصر وقت جيتني هو بخلاف السعودية قدمت زاد عديد المعارض لأعمالك في تونس وفي مدينة القيروان في تونس عملت المعارض كي جيت مع جماعي في دار الثقافة الرشيق في دار في نهج القصب الشابي ذاك بتاع الفورماسيون كل بعض الإنجليز عملت في قروان هذيك هذا عملت من عام
من عام 78 مقبل 78 انا مشيت لفرنسا ورحت مقبل من عام 60 نورث وزدت طارت عام 73 77 77 وانا تزوجت هذا هو. أستاذ خلينا ننتقل إلى بعد آخر من مسيرتك المهنية بخلاف أنك فنان تشكيلي أنت موسيقي وتعاملت مع عديد القامات الفنية كما صالح المهدي علي السريتي ورضا القلعي والقائمة تطول. أنا ما خاطر نقري في تونس كان مدرسة جميلة وعندي ديما نغني نزوم نعرف يقولوا لي عندك عندك شوية صوت باهي كذا ونحب عبد الوهاب أنا منولي حتى خويا اللي أثرت بي يغني عبد الوهاب يغني كان عبد الوهاب غنيت فريد هذوما اللي يعني الأوريجيناليتي نحبها حتى في حتى في الصوت كما في الرسم نحب عبد الكروا نحب هذوما ما نحبش المقشور بصراحة مع احترامي عبد الوهاب شي شي ما يخلقش في خمس مدني ما يجيش كيفه أنا هذا وخذوها شهادة مني يا أخي يا أبو الشهيد إذا يخلق واحد في الدنيا هذه واحد كما عبد الوهاب يعمل اللي يحب أنا متأثرت بيه وليت نحفظ أغانيه كي دخلت الإذاعة وأنا نقرأ في تونس مدرسة جميلة برنامج كان نجوم الغد وبعد يوم بلا وبعد حسن هوات اقتراح من شكون كونك تشارك في برنامج للمواهب؟ واحد اللي يحب يشارك يمشي الإذاعة تاع زين مبادرة منك كانت مبادرة مني أنا شاركة ودخلت وبرفت الإذاعة وقلت غنيت برشا غني غنيت شكون وقتها كانوا في اللجنة التحكيم؟ التحكيم سي بوشوشة سي بلعجية علي السريتي صالح المهدي يجي وجديمة الكل القامات محمد سعد الكل اللجنة زي ما تكون موسيقية محمد تريفي وشكون من بين المترشحين اللي شاركوا معاك وتوا ولاو نجوم في الفن فما عدنا شواش هنا قبله اللي جيت أنا فماش عدنا شواش اللي حصل جاو أنا غادي حسن وليليا بعد جيت هما كي شدوا صحيح عدنا مشاش أنا عطيت أغنية عبدالله وعلمت وليت الوداع بس تخبها تقبل ويسمع فيا هو مغروم مغروم في جنة وقرعه في تونس ومغروم كي تقال من أنا ويا ما عشان نتفارقه ويا تقبل هو ظهر عنده ملكة التلحين يعني التلحين طبعا لحن وعمل حتى أغاني كما نسمعوا فيهم غادي عيبك وبرشا أغاني تبكي عين وكذا جل الأغاني عدن شويش كان هو لحنهم بمفرده أنت بكري سي عبد العزيز ميلاد كنت حكيت لنا على حبك الكبير للفنان محمد عبد الوهاب لو كان تسمعنا حاجة من أغانيه والله صوتي مش متهيئ أما لغاية شو تسمعك حياتي أنت ماليش غيرك وفايتني لمين ظلمت روحي وحبيتك وبقالي سنين عمال قاسي سوق من الليالي والأفكار وشو في قلبي تهو احتار والوجد زود في بعد ده كله أخلص
في حبي واتألم ليه الفؤاد ترضى بدوله ترضى بدوله مادام عرفت مادام عرفت إنه مسلم حياتي أنت مالي شغيرك وفيتني لمين ظلمت روحي وحبيتك وبقالي سنين سنين. الله الله عليك، أحسنت يا فنان. هو كيف ما قلنا بكري، أنت كنت دخلت المجال الموسيقي من أوسع أبواب، وكنت حتى أنتجت أغاني خاصة بك. أنتجت أغاني، لكن ما بما أني ما أنا ما لحنتهمش، ما لحنتش، عندي النصوص توا. أما وقت اللي كنت في الإذاعة هو ما عمله كل شيء، جيني النصوص. عندي أربع أغاني من الحمد العيد كما جيت مولح أحمد رضا قلعي، التي غنيت قلعي التي لا تشكيلي لا نشكيلك، غنيت رضا قلعي، مش مهم الاسم ما عارف. هو كنت عملت غنية زادة مع ليليا الدهماني، ليليا الدهماني ديالوجين سجناه في أوتيل تانيت نتاع الأفلام السينمائية ربيع السينما التونسي، غناية هي. وفما أنا وعادة زاد واحد عندي لا تشكيلي لا نشكيلك، وفما لما ابن مراد الله وهي حية ربي توفى عمرها بطلت سنة. أما سجلت معي في المرسى وسجلنا في الفيدار وكابل وورد ديالو جينا أنا وياه زاد. لكن في مرة جاتني ماشي في فرنسا، فهمتك. لكن مرة من المرات كنت رفضت لحن لصالح المهدي. والله ايش مش قولك، رفضت مش رفضت هو اللحن. حسنا وقتها ما خذتش لحن، مش عارفة أعطاني لحن انت ظهر، قلت له سي صالح هذايا تعطي لي مع احترامي ليك تعطيه الحسنة، نسيته اللحن، خذيته لحنته أنا ما جيش وقت أعطاني أحمد الخلعي رضا أحمد الخلعي أعطاني الأخو وسمير حمدي في مهرجان الموشحات جاء هو درويش وطرحة وحليم الرومي وعملناها في المسرح وكل مشينا نعمل في المالوف عندهم كل واحد يلحن موشح مهذوبة الكبار ويقدم، احنا تبرفنا قدمنا متاع سمير حلمي وشكون اللي نجح؟ حليم الرومي بو ماجد الرومي هو عمل لحن واحد واحمد الكلام ممتاز. اعطاني لحن سمير حلمي حصيل اعطاه العايدة لحنه ثلاثة حتى مصطفى شارني لحن جيد انا لن يبعدوك ومصطفى شارني نسيت وعايدة يا بحر عكا. ممتاز أستاذ، لو كان تسمح باش تلبس الكاس قدامك باش نسمعك حاجة. احنا مازلنا باش نواصلوا في الحوار، لكن قبل هذا خلينا نزيد ونتعرف عليك أكثر مباشرة في هذا البورتري. أيوة. ضيفنا اليوم فنان تشكيلي على درجة كبيرة من الإبداع والإتقان، وين تتميز أعماله الفنية بتكريس الأبعاد الجمالية والرمزية. نحكيه على الفنان عبد العزيز ميلاد. عبد العزيز ميلاد تحصل على دبلوم التخرج من مدرسة الفنون الجميلة بتونس العاصمة، وهذا اللي خلاه يسافر للعاصمة الفرنسية باريس من أجل تربص لمدة عامين. الفنان عبد العزيز ميلاد قام بمسيرة مليئة بالنجاح والكفاح، وين قدم عديد المعارض الفنية سواء على الصعيد الوطني أو العربي من بينهم المملكة العربية السعودية. وأكيد ما غير ما ننساو الجانب الموسيقي لضيفنا اليوم، بما أنه يتميز بصوت جميل خلاه يلتحق بفرقة الإذاعة الوطنية ويتعامل مع قامات فنية كيما صالح المهدي، علي سريتي، رضا القلعي، والقائمة طول.
بالإضافة لهذا أصدر الفنان عبد العزيز ميلاد العديد من الأغاني اللي تعامل فيهم مع فنانين كما ليليا الدهماني وعايدة بوخريس وغيرهم. واليوم الفنان عبد العزيز ميلاد هو ضيفنا في برنامج الانترفيو على الإذاعة الأولى للصحة في تونس الحياة فام. ضيفنا لهذا الأسبوع هو الفنان التشكيلي سي عبد العزيز ميلاد. عندكش بعض الإضافات للبورتريه؟ لا إضافاتي شغلك إضافاتي مش نقعد نحكي نتحل ونتذكر الذكريات ونزيد نطول الحديث ما نوفوش لأنه عندي برشة حاجات طبعا. خليني نرجع بك للفن التشكيلي. أغلب لوحاتك الفنية تتمحور حول الطبيعة الهوية التونسية والعادات القيروانية. هذا كهو فما العادات القيروانية وهي تبارك الله من معالم أثرية وتاريخية والغالبة والزي التقليد القديم على حفاصة والأمارة والمعنى القيروانية معناش عدد. عندك سيوري عندك شعب الجاز ومع الجامعة الكبير عندك برشة برشة حاجات هم الفسقية الغالبة برشة حتى من تونس سيد بوسعيد هم منظر على البحار أكيد. أنت سي عبد العزيز في الوقت الحالي قاعد تقدم في أعمالك الفنية في الشارع، عليه ما عندكش فضاء خاص بيك تخدم وتعرض فيه أعمالك الفنية؟ والله العظيم ماذا بي أنا كوكاني قلت للمسؤولين وعلمهم حتى من خلال دار ثقافة الشيخ ميس المشاهلي ربيته في عمره وكان طيب معايا بصفة غريبة الله يرحم والديه وقال لي تو في بالي تو نوجوك على فضاء. يعني أنا ماذا بي أنا في الشارع بتفهمين كان عندي فضاء استوديو غادي للعربي طاح البني تداعى لأنه قديم قعدت وقتي في الشارع ولو يعني فضاء كلمت سيخ ويس كما قلت لك كلمت برشا كلمت حتى الآثار كلمت قالوا لي وعدوني باش تو نستنى يا رحمة الله. أنت كنت قدمت مطلب لمندوبية الثقافة؟ قدمت مطلب لمندوبية الثقافة من خص المعرض اللي عملته مش أما عندي دوسي قدمت للسيخ ميس فيه ما يبين كون أنا اللو شخص فضاء كسوسوا في المدرسة والجميلة في القروان نلقى فضاء باش نخدم فيه ونستوعب حتى تلامذة لأنه برشا عائلات جابوا لي أولادهم حب نعلمهم لكن الفضاء ينقصني ما نجمش كيفاش نعلم نعلم في الشارع ما نجمش. كي حكيت مع المندوبية تفاعلت معاك ولا لا؟ تفاعلت معايا وقت لي استنى ما سالت وقت. هذا في 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 فترة نادي الوسليتي مندوبة سابقة أو فترة شكون؟ في قبل ما فترتها هي مندوبة الوسليتي وقت لي وحتى بعد ما هي انتقلت لمهام أخرى ما سالش أنت اتصلت بال بالمسؤولين وهنوني الحق إن شاء الله نستنى في في مواعيد نتاعهم. ممتاز ماذا بيا أنا؟ أكيد ماذا بيك طبعا أي فنان ماذا بيه في فضاء يعرض فيه أعمال ماشي باش يجي منه هو عندي الاستوديو نتاعي أنا لأن داري بسوسة وهنا عندي سليوناتي عندي استوديو عامله كل الورشة هو مهم. خلينا نستعرف أنت بما أنك ما عندكش فضاء يوميا تعرض أعمالك في الشارع عبارة يعني تقوم في فن الشارع معناتها تكون متواجد من 9 متاع الصباح في باب الجلادين وهذه معناتها ما عندي برنامج خير وأنا قادم في المقاهي ولا نضيع وقتي في أماكن أخرى ليه علاش أنا قاعد في مقهى كي نقعد باب الجلادين وفي يدي كاستي مش في مقهى هما أمام طون قاعد ننفع بالناس ما عندي أنا ونعرض خدماتي إن شاء الله تكون في مستوى جيد. به هو معنا عبر الهاتف المكلف بتسيير مندوبية الشؤون الثقافية بالقيروان السيد عبد الرؤوف الشرطاني باش تفعل معنا في هذا الموضوع. أهلا بك عبد الرؤوف. عسلامة تحية لك ولكافة مستمعي إذاعة الحياة في أم عايشك وكذلك تحية لضيفك سي عبد العزيز ميلاد من التشكيلي المعروف عبد الرؤوف عز وبعزة خاصة أخويا هذا الحق نكن له محبة واحترام خاص يعيشك الله العظيم لا عندي أي مقابل
شكرا لك سي عبد الرؤوف على التدخل معنا. تقريبا كيف ما كنت تسمع بكري بشوية في سي عبد العزيز ميلاد يتشكى الحقيقة بكونه ما عندوش فضاء خاص يعرض فيه أعماله ولوحاته الفنية، وكان تقدم قبل بمطلب لمندوبية الثقافة، لكن للأسف الجواب كان بالرفض أو استنى أصبر، لكن ما فهم حتى شيء على أرض الواقع. تنجمش طمنا كونه توفروا له فضاء أو أي شيء آخر يعني؟ في الحقيقة أنا ما نعرفش، ما عنديش فكرة على أنه مركب وصلنا للمندوبية أنه يلوج على محل ولا حاجة، ولكن مش مشكلة إذا كان قبل الحكاية مع السادة المندوبين السابقين وربما وعدوه أو قالوا باش يخليهم شوية وقت باش يوفروا له فضاء. احنا زاد نسعوا في النقطة هذه، ولكن في الوقت الحاضر الحقيقة المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ما عندهاش فضاءات ومحلات شاغرة معدة للاستغلال. كذلك المركب الثقافي نعرفوا زاد عنده برشا نوادي، هو بيدو يعاني من قلة الفضاءات. يعني في بعض الحالات عندنا قاعة على امتداد الأسبوع فيها 8 نوادي ينشطوا فيها. في النقطة هذه، وإذا كان إذا كان توفرت من هنا لك الوقت يعني وجدوا له هكا مع شاغر فضاء، ان شاء الله احنا ما نبخلوش فيه ونعاونوه ونجتهدوا معاه قدر المستطاع بالامكانيات المتاحه. يا سي عبد الرؤوف عمر ما يتأخر. خاطر كي تسمع توا في البرنامج مسيره سي عبد العزيز ميلاد، في الحقيقه شيء مؤسف انه تلقى فنان يعرض في لوحاته في باب جلادين في الشارع، معناتها هكاك صراحه معناتها. هذا هو يعني ما فماش هكا حل نجموا نلقاوه على الاقل، معناتها خاطر كيف ما تعرف هو يعرض يوميا راهو من 9 نتاع الصباح في اعماله في باب جلادين، مش به على صحته سواء كانت تكون سخانه ولا يكون برد، يقضي ساعات طويله في النهار البرة في الشارع. ما نجموش هكا نسرعوا في الاجراءات نشوفوا حل استثنائي، فمش ما يحط اعماله هذه في بلاصه تكون على الاقل محترمه وتحفظ له كرامته. باهي احنا ما يسالش نكونوا عمليين اكثر. سي عبد العزيز ميلاد ندعوه انه يعمل مطلب المصالح البلديه يتقدم فيه النظر في استغلال محل تبع في المدينه العتيقه. وان شاء الله نتصلوا بسي محمد القلعي المكلف الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون بلديه القيروان، الحقيقه رجل فاضل، وما نتصورش كم شيء يبخل عليه اذا كان موجوده محلات معده شاغره يعني وتبدا موجوده في السيركوي سواء التوريستي في المسلك السياحي او في الاسواق. يعني قدرة الله نعاونهم فما حتى اشكال، هذه مرحله اولى. يعمل مطلب زاد المعهد العالي للفنون الجميله واحنا ندخلوا ونكلموا المسؤولين غاديك، وان شاء الله ان شاء الله نتعاونوا الناس كل عليه ما فماش اشكال. واضح، شكرا لك سي عبد الرؤوف الشرطاني، يعطيك الصحه على التعاون. وانا ديجا حطيت النقطه هذه البارح، ديجا كلمت سي محمد وقال لي يعمل المطلب وان شاء الله نعاونوه اذا كان موجود. برشا محلات تبدا موقع تظهر للعيان انها مغلقه ولكن فيها عباد تدفع في الكري وتبدا مسكره. هذيك المشكل في المحلات في المدينه العتيقه. هذا هو. اما يحاول ان شاء الله يعمل محاوله بقدره الله. ان شاء الله ان شاء الله. وشكرا لك سي عبد الرؤوف الشرطاني على التدخل معنا وعلى التعاون، وان شاء الله اكيد سي عبد العزيز يقدم المطالب للبلديه ولمدرسه الفنون الجميله، وان شاء الله يلقى حل في اقرب وقت. شكرا لك سي عبد الرؤوف. شكرا. كيف ما كنت اسمع سي عبد العزيز، سي عبد الرؤوف قال لك قدم مطلب للبلديه والمدرسه الفنون الجميله، وان شاء الله على شلاه في اقرب وقت يكون عندك فضاء خاص بك. ان شاء الله ان شاء الله سي عبد الرؤوف، والله العظيم متم باش نجي نزورك ان شاء الله على النمط هذا على الموضوع هذا ان شاء الله بحول الله. عايشك ان شاء الله نهار اثنين نجي نزورك باذن الله ان شاء الله. نعرفك اللي انت طيب ياسر طيب وربي يكثر منك الناس. هذا هو. احكي لنا على اعمالك اللي عرضتها في الفتره الاخيره في المركب الثقافي بالقيروان. عملت المعرض الحالي اللي عندي تو. ايه عملت وعملت مطلب وفكره الشيخ بايس، كنت باش نعمل جماعي مع الناس خاطر عملوا قاعده تحدي وجماعه جي 30 واحد، كل جماعه خميس قاعد يعمل شخصي. نحضر فوق شهرين اكثر معرضي شخصي لوحاتي، وعملت خبيت الفضاء اللي في دار الثقافة فضاء باهي ايه وعلقت فيه العروض نتاع لوحاتي، وهو تو عنده فوق الجمعة ولا أكثر. ممتاز ممتاز. لجنة الشراءات كنت شريت منك أعمال؟ الشراءات جات طلت على
القاعة بتاع الحليوة اللي فيه وخذت لهم، وبعد جاتني هنا وخذت لي لوحة يعني إن شاء الله مشكورة بالله مشكورة بارك الله فيها بارك الله فيها. واضح نشكرك برشا سي عبد العزيز ميلاد، الوقت عدى بسرعة كبيرة معاك، نخلي لك كلمة الختام. إن شاء الله سيدي سيدي ربي يفضلكم، أعطيتوني فرصة هائلة ياسر باش تكلمت وعبرت على اللي عندي في قلبي نحب نقوله للمسؤولين في القيروان، ونقول لهم تعرفوني واش ما تعرفونيش، راني ملحش ياسر إلا عند ضرورة، ماذا بيا مش نطالب شيء ياسر، أنا يعني مش طالب خذا باش نختم. وتشجعوني حتى في أمور أخرى، إذا كان شاركت في حاجة ولا حاجة تسرعوني، خاطر توا كعرف الماتريال اللي نخدم به ساكوت، يعني كل شيء يطرب غلاء المعيشة، ماذا بيا وانتم ديما محيطين بيا أخوي مشكورين، كما توا سي عبد الرؤوف سي خميس مشاهلي وغيره، وحتى اللي تخدم مع السيد المندوب في المندوبية اسمه ولا حسيل، ناس طيبة جدا، وبارك الله فيكم، وأنا نشكركم عادية الشكر على الشيء هذا، وماذا بي كل فرصة نلقاها نتصل بكم تعاونوني، وأنا أخوكم ولد بلاد، وانا نعمل من حاجات من شأنها باش تصرف البلاد، مش انا مش جديد هالشيء هذا قديم، وما حكيتلكش على بداياتي، من عملت برشا حاجات وعملت الشارع وصور، انا من اللي صورت برقيبه وعمري 13 سنه في التنسيق قبل الحي التجاري، في صورت 2 متر على 4 متر وقت عاملك كل هذا، وين هذا وين هذا خذيت 4 فرنك صغيرة بده، وين صورت حاجات أخرى ومعارض، وأكل أكل اللي يدور في الشارع شو اسمه هو أكل اللي يدور في أكل اللي يدور في الشارع بأكل بأكل القوالب بأكل يلسقوه بأكل شو اسمه ما عنديش فكرة الحقيقة، يلسقوا حاجاته وحاجاته على العرباتك شو اسمه هو ذاك خاسر، عمل شركتين قديش مرة، وهذا وين قديم هذا من هذا من دوري مش نحسب فيه كونه لا 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 هذا من هذا ما عنديش حتى في أي أدنى شك، شارك إذا كان في مصلحة للبلادي نعم كل شيء ما من شأنه البلادي، والله العظيم ما نتأخرش، وسيدي وشكرا لكم أنتوما وبارك الله فيكم، وربي يكونوا إن شاء الله تكونوا ذرع للوطن وتعاونوا في كل شيء، وربي يطول في عمركم بارك الله فيكم. شكرا لك الفنان التشكيلي عبد العزيز ميلاد، انا كنت سعيد جدا بمحاورتك، وانت شخص على قدر كبير من الاخلاق ومن الطيبه، مرحبا بك ومرحبا بك في كل وقت، الاذاعه اذاعتك تنجم تجي وتعبر وتحكي، وانا نكون سعيد جدا بتواجدك معنا في الوقت اللي تحب عليه انت. تحيه كذلك لصديقنا حمزه في الاخراج التقني، وصديقنا سيف في الاخراج الرقمي، وبالمناسبه هذه عندنا صديقنا تاكسيست مستمع نقدم له تحية اسمه حبيب السيف، تحية ليك يا حبيب يا سيفي، وشكرا لكل وشكرا لكل متابعين ومتابعات الحياة فهم، نشكركم على وفائكم لنا، هذه كانت حلقتنا بالنسبة لهذا الأسبوع، نتقابل إن شاء الله لحد الجاي في حلقة جديدة مع ضيف جديد، ما بقى لكم شو أقول.